وقامة كبيرة واسم بيفتخر فيه الوسط الفني، هو سلطان الطرب جورج والسوف. أبو وديع حب يشارك صناع الدراما السورية بحفل أقيم لدعم الدراما، وكعد السلطان ما قدر ما يعمل بلبلة بين أهل الوسط الفني يلي اجتمعوا حواليه وأخذوا صور من العمل بحسب ما كتبوا على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. مساء الخير سلطان الطرب، نورت بلدك، نورت سوريا. طول عمر يا حبيبي. سلطان الطرب منتخبنا السوري عنده لعبة يوم الخميس، وهي أول مرة بيتأهل ليدخل كأس العالم. لعيبة كلها بتحبك، لعيبة كلها عم تسمعك، شو بتحب تقول لتشجع المنتخب؟ نحن بسوريا عنا دعم بالرياضة وبالفن وبكل شيء، وأنا كتير 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 فخور بالرياضة بسوريا، خصوصا بالفوتبول، وهذا كتير خطوة كتير مهمة على سوريا يتأهلوا لبطولة العالم إن شاء الله يا رب. ونحن لو عنا إمكانيات أكثر لكننا نحن عملنا بدء لكل العالم. سلطان طرب، سوريا عم تشفى وتعافت، شو بتحب تقول لكل إنسان سوري عم يسمعك هلا؟ سوريا شفيت الحمد لله، شوي 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 سوريا بتضل مثل ما هي. سوريا الدنيا كلها، سوريا بلدي الحبيب وبلد الجميع، هيدي البلد ام ضياف، البلد اللي فيها وبلد الانبياء. فهذا شيء كنا عم نزيزه من هيك، وعاد تشفى ان شاء الله وترجع سوريا معافي بخير. ضمن اللقاء تواجد لاعب منتخب سوريا احمد الصالح يلي شارك السلطان كلمات من القلب للقلب. وانا بهنيكم، بهني هذا الشاب الطيب الكابتن احمد صالح اللي مصاب اجره مسكين. قلت له ولا يهمك، انت مصاب اجرك ما فيك تعمل رياضه، انا مصاب اجري هذا بعرف امشي. الله يقويكم يا رب ويخليكم بالهم يا رب، بدكم فخر لسوريا. تشجيعك ومحبتك لنا هذا الشيء بكفيها. خليكم من قلب وربك يا خيكم، أنا كل واحد بيحمل هويتي هون، هيدا إله بالقلب حتى ما يكون إله بالحكي وبالنظر. كلنا بنحبك، كل لعيبة بالمنتخب بيعشقوا اسمه بوليس. شكرا لكم يا رب، ضلكم بحافي وبخير، وضل بلدنا هيك تكون متفوقة بالعالم بكل شيء، بالرياضة بالفن كل شيء بإذن الله. شكرا. The Hoover One Power Vault stands up on its own. No wall mount necessary. Where there's love, there's family. Ritz, a taste of